من سينا. الولادة سنة 1926 في الإسكندرية من أصول صعيدية. عمل في مخازن البحرية البريطانية خلال الحرب العالمية الثانية. شارك في الحركة الوطنية الثورية في الإسكندرية عام 1946 وعرف السجون. انضوى في منظمة تضامن الشعوب الأفرو أسيوية اليسارية. منذ العام 1983 تفرغ لكتابة القصة القصيرة والنقد والشعر حتى رحيله في العام 2015. يمثل إدوار الخراط الكاتب المصري تياراً يرفض الواقعية الاجتماعية كما جسدها نجيب محفوظ في الخمسينيات، ولا يرى من الحقيقة إلا حقيقة الذات عبر التعبير عن رؤية العالم الداخلي الذاتي، وهو أول من نظر للحساسية الجديدة بعد العام 1967. مجموعته القصصية الحيطان العالية 1959 اعتبرت منعطفاً حاسماً في القصة العربية بابتعاده عن الواقعية السائدة آنذاك، وركز على وصف الخيبات الشعبية. في مجموعته ساعات الكبرياء أضاء على عالم يعيش أبطاله في ظل نظام يمارس الفساد والظلم في مصر. روايته الأولى راما والتنين 1980 شكلت حدثاً أدبياً من نوع مختلف عبر حوار بين رجل وامرأة تختلط فيها عناصر أسطورية رمزية فرعونية يونانية إسلامية، واندرجت رواية زمان الآخر ضمن هذا الإطار. في روايته حريق الأخيلة يقول: نحن غرباء، تربطنا لحظة ويضرب بيننا أبد من الزمان، ويضيف: الفن وثبة في الظلام ومحاولة لاقتحام المجهول. منسينا مع ميشيل معيكي.